بسم الله الرحمن الرحيم. بنو عطية أهل الأفعال المرضية، من تكلمت عن شجاعتهم الأخبار ونظمت في كرمهم الأشعار. بنو عطية حراس الجزيرة العربية وحماتها وجنودها في شمال غربها. عن ماذا تريدون أن أحدثكم عن بني عطية والكلام عنهم ذو شجون كما يقال؟ لكني دعوني أختصر عليكم اختصارا يسيرا عن هذه القبيلة التي تعيش في نواحي تبوك وما جاورها، وجزء منهم دخل في أرض الشام بل وتعدى ذلك إلى مصر، وما زالوا محافظين على عروبتهم وكرمهم وشجاعتهم ومروءتهم، تكلمت عنهم العديد من الأخبار. خلال فهرستنا لمشروع ديوان الخليج أضخم قاعدة بيانات خاصة تعنى بتاريخ الخليج وحوادثه وشخصياته وأسره وقبائله، وتضم مئات الألوف من الوثائق العربية والعثمانية والبريطانية وكتب التاريخ والأنساب، وهي متاحة للجميع، يمكن الوصول إليها عبر محرك البحث جوجل. يمر معي كثيرا ما يتعلق بهذه القبيلة العريقة، قبيلة بني عطية، أو ما يتعلق بشيوخها ورموزها وفرسانها وأهل الصيت والكرم منها. بنو عطية كان لهم ذكر كبير منذ القدم، ولو أردنا أن نحصر ذكرهم على سبيل المثال في منتصف القرن العاشر الهجري، لما بدأت الدولة العثمانية تدخل الجزيرة العربية، لم تكن كل القبائل العربية على وفاق معها، منهم من دخل وانضم إليهم، ومنهم من كان يعامل العثمانيين بحذر، ومن هؤلاء بنو عطية. فبنو عطية دخلوا مع الدولة العثمانية كغيرهم من القبائل العربية، محافظين على أصولهم وعراقتهم وعلى أراضيهم التي كانوا يحكمونها، فهم كانوا يديرون شمال غرب الجزيرة العربية مع القبائل الأخرى المجاورة لها. لكن حينما يشعر العطوي كما يقال بأنه يراد منه أن ينتقص من كرامته أو أن ينال من عرضه، فإنه لا يسكت أبدا، لا يسكت مع العربي، فكيف بهذا الأعجمي الذي جاء من بلاد واسعة. ولذلك حكت الوثائق العثمانية أنه في منتصف القرن العاشر الهجري في حدود سنة 935 أرسلت قوة عسكرية عثمانية معززة بالأسلحة لصد ثورة أو عدوان قامت به هذه القبيلة، قبيلة بني عطية، ولم يكن عدوانا بقدر ما هو المحافظة على الأراضي والممتلكات. فكانوا يتعاملون مع العثمانيين بحذر جدا، ولذلك في أوائل القرن الثالث عشر الهجري كان هناك كبير المماليك في مصر يقال له محمد الألفي. محمد الألفي ذهب إلى بريطانيا، وكانت بريطانيا ليست على وفاق مع الدولة العثمانية، فلما رجع إلى القاهرة طالب به العثمانيون، فلا يدري إلى أين يذهب، فلم يجد له مكانا إلا قبيلة لحويطات، فجاء عند هذه القبيلة فأجارته امرأة من قبيلة لحويطات، وامرأة ضعيفة بطبيعة الحال لا تستطيع أن تصنع شيئا، لكن فعلته ما تمليها عليها العادات العربية الأصيلة، وأعطته إبلا وطعاما وشرابا، ووكلت به رجالا من قبيلتها، وقالت لهم يعني ليس لكم إلا بنو عطية. وبالفعل توجه هؤلاء الرجال ومعهم محمد الألفي بيك حتى جاءوا قبيلة بني عطية، فأجارت بنو عطية هذا الرجل وحمته من الدولة العثمانية. في أيام رفض العثمانيين لبعض العرب بسبب العنصرية التي كانت موجودة عند الأتراك في أواخر عصر الدولة العثمانية، قامت الثورة العربية في مطلع القرن العشرين الميلادي، وكان بنو عطية أحد أشهر القبائل التي وقفت مع العرب ضد الترك وناصروا ثورة الشريف حسين، وعبروا عن رفضهم لذلك و عدائهم للأتراك، وهم لم يكونوا على خلاف معهم، كانوا يعاملونهم كمسلمين، لكن لما تغيرت اللغة التي يتكلم بها الترك وصاروا يتكلمون من نفس عنصري متكبر، رفض بنو عطية ذلك. ثم لما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى كان بنو عطية من أوائل من بايعه، ولذلك ما زال التاريخ والوثائق تتحدث عن الشيخ كريم. الشيخ كريم العطوي رحمه الله تعالى يعد من كبار بني عطية، وتكلمت عنه الوثائق، بل تكلم الرحالة الإنجليزي بورتون عن جد الشيخ كريم
أنه لما مر بأرضه لم يستطع أن يمر بأرضه حتى دفع الإتاوة التي تدفعها القبائل العربية إذا مرت بقبائل بأراضي بني عطية، مما يدل على قوتهم. غلوب باشا، غلوب باشا هذا الضابط الإنجليزي الشهير استعان بالشيخ كريم العطوي لما أراد أن يرسم الحدود بين الأردن والسعودية. والملك عبد العزيز رحمه الله كان يقدر هذا الرجل الفاضل أبو جزاع، يقدره ويكرمه لأنه كان من أوائل من بايع الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، وكان معروفا بكرمه وحنكته ودهائه وشيمه العربية الأصيلة. ولم يمت رحمه الله تعالى، بل انتقلت هذه الصفات الطيبة إلى ابنه، شيخ جزاع. شيخ جزاع العطوي اليوم يعد من كبار شيوخ بني عطية، وهو شيخها والمقدر المجل عند ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية، يعرفون له تاريخه وتاريخ أسرته وولاءهم للدولة السعودية، ويعرفون قيام هذه القبيلة بحماية حدود المملكة العربية السعودية في شمال غربها. هذه نبذة يسيرة مما عنا له الخاطر ومما هو موجود في الذهن حول تاريخ هذه القبيلة، ولا شك أن تاريخها عريق جدا ورجالها أكثر من أن يحصر، ولعله لاحقا إن شاء الله تعالى نقف مع شيء من تاريخها وبعض من رجالها. وهذا الموضوع الذي أقوم عليه الآن، وهو التوثيق المرئي لشخصيات وأسر وقبائل المملكة العربية السعودية، وضمنته أيضا في كتابي حكايات سعودية، طبع أكثر من طبعة، يضم قصصا ومواقف نادرة للملوك والأمراء والأعيان والعلماء والرموز وشيوخ القبائل والفرسان وأهل الجزيرة العربية. وأعمل حاليا على طبعة جديدة ستطبع قريبا إن شاء الله، أفرح بتواصلكم وأسعد بذلك، ونراكم على خير إن شاء الله.